السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من قناه خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض الجزء الاول من مراجعه الثانويه العامه. اخترنا النهارده نشتغل من كتاب انا بعتبره افضل كتاب بالنسبه للثانويه العامه، هو كتاب الاضواء جم. وهنبدا ان شاء الله النهارده في مراجعه الكلمات الخاصة from unit 1 to unit 8. زي ما انتم شايفين ده واجهة الكتاب كده، hello English language، جميل جدا التصميم بتاعه، to the point، final revision، third secondary. تمام، في بوكلت امتحانات طبعا بنظام الاوبن بوك هينزل قريب. تمام، ده واجهة الكتاب. نخش على الكونتنتس على طول. عندنا revision from 1 to 8 و revision from 9 to 16 و revision 3 the novel revision اللي هي the prisoner of Zenda. okay. part 4 خاص بالskills اللي هو reading و writing و translation. تمام، هنبدأ ان شاء الله على revision vocabulary من unit 1 ل unit 8. تمام، طبعا الفوكابلري مكتوب مترجم قدامكم، فانا مش محتاج ان انا اقول بالعربي، لكن انا هشرح بس الانجليش، هقول الانجليش ننطقهم مع بعض، وبعد كده ان شاء الله هنخش على الفوكابلري نوتس، بعد كده نخش على الاكسرسايز. اوكي، طيب نبدا مع بعض. يلا، نمبر 1 بي اباوت تو، يوشك ان، شيء على وشك الحدوث. بي هنا طبعا ام وايز و are في المضارع، أو was were في الماضي. مثلا لما تقول I'm about to leave، أنا على وشك المغادرة. تمام، be in charge of، تبقى مسؤول عن. I'm in charge of accounting، أنا مسؤول عن الحسابات مثلا. تبقى مسؤول عن قسم معين أو شيء معين في داخل شركة أو مجال معين. account حساب، مثلا تقول I have a Facebook account، عندي حساب على الفيسبوك. تمام، aching مؤلم أو ألم. تمام، يعني علاقة بالأمراض، ما تقول my head is aching مثلا، my arm، أي حاجة aching. alive على قيد الحياة، ده عكس dead طبعا، dead ميت، alive على قيد الحياة أو عايش. anniversary ذكرى سنوية أو يوبيل، زي ما أقول مثلا يوبيل، مثلا زي ما نقول wedding anniversary، احتفال بعيد الزواج. تمام، تبقى ذكرى سنوية. appreciate يقدر، يقدر الجهد اللي شخص تاني بيبذله. argue يجادل، طبعا في فرق ما بينها وبين discuss، discuss يناقش، مناقشة بتبقى عقلانية فيها طرح للآراء والكلام ده، بتحصل في الشركة. إنما argue زي اتنين بيتجاذبوا كده، بيتجادلوا خلاص بصوت عالي مثلا، مناقشة حادة. association مؤسسة أو منظمة. attachment ملحق أو مرفق، لما تبعت ايميل وتبعت فيه صورة تبقى الصورة دي اسمها attachment. average متوسط أو معدل. award يمنح جائزة أو درجة جامعية. balance توازن. believer مؤمن. cancer سرطان. career حياة مهنية، دي بيبقى الوظيفة بتاعتك على مستوى السنين، يعني على مستوى كام سنة، ده اسمه الكارير بتاعك، بتترقى من position لposition تاني. cause سبب أو يسبب. challenging تحدي أو صعب التحقيق، حاجة صعبة محتاجة تحدي. client العميل، عميل ده مثلا عميل in a bank or يعني عميل بياخد خدمة، انما الزبون اللي بيشتري بيسمى customer. confused مرتبك. consultant شخص مستشار، بستشيره في امور، مستشار مثلا في مثلا مستشار حاجة، مستشار سياسي، مستشار طبي، مستشار يعني فيها كذا مجال. controls اجهزة التشغيل والتحكم. cultural ثقافي، customs العادات.
ديدلاين الموعد النهائي لشيء، دايركتور مخرج، ديسيبلد معاق، ديسيبلين انضباط، ديستنس مسافة، ديستريكت منطقة أو حي، زي منطقة صغيرة أو حي زي مثلا حي العجوزة، حي الجمالية، حي بولاق، يعني كل دي اسمها أحياء. ايز يريح أو يخفف أو يسهل، emergency طوارئ، establish ينشئ، fainting إغماء أو فقدان الوعي أو شخص هزيل ما بيأكلش يعني، fatherly حاجة أبوية، foundation مؤسسة أو أساس، freelance حر أو مستقل، بتشتغل freelance يعني بتشتغلش في شركة، أنت بتشتغل لحساب نفسك، gain يكتسب، giant عملاق، government حكومة، gravity جاذبية أو تعني أيضا خطورة، honor شرف أو يشرف أو يتشرف. تمام، خلي بالك honor noun شرف، verb يشرف، honored I'm honored يعني أنا أتشرف إن أنا أقدم فلان أو ألف المؤتمرات في الحاجات الرسمية. طبعا ال H silent. hopeful شيء مشجع أو مبشر، horrible شيء فظيع، horrified يعني الشخص ده خايف جدا أو مذعور أو مرعوب، illness مرض، importance أهمية، impressive حاجة دي مؤثرة، in vain in vain يعني بلا جدوى بلا طائل ملوش لازمة يعني بعمله ده ملوش لازمة مثلا، influence يؤثر أو تأثير، insist يصر، install يركب جهاز، interrupt يقاطع أو يعترض، invisible شيء غير مرئي، lack نقص، launch يطلق أو اطلق، ما تقولش launch لا launch ده الغداء، launch، law القانون، lawyer محامي، leak يتسرب أو تسريب، lecture محاضرة أو يحاضر verb برضو، license رخصة، limit يحدد، link يربط، mast mast اللي هو الصاري أو العمود اللي بيبقى مثلا في السفينة اللي بيبقى شايل الشراع، تمام، أو اللي بيبقى شايل شبكة المحمول على المباني اسمه mast، midday منتصف النهار، ministry وزارة، mission مهمة، moving محرك للمشاعر أو شيء محزن، nursing التمريض، old fashioned حاجة طرازها قديم موضة قديمة، organization منظمة، physics الفيزياء، pioneers الرواد في كل مجال الأشخاص الأشهر ناس في كل مجال اللي بيخترعوا دايما ويقدموا دايما الحاجات الجديدة في المجال ده، plan يخطط أو خطة، poetry شعر، political science علم السياسة، positive شيء إيجابي، pressure الضغط، process عملية أو يجري عملية، publisher ناشر أو دار النشر، radar الرادار اللي هو الجهاز الرادار طبعا اللي بيلتقط الطائرات، regular منتظم، release يطلق في الهواء أو إطلاق، remove يزيل، representative مندوب أو ممثل، respected محترم، responsible مسؤول عن، robin عصفور نوع من العصفور اللي هو عصفور أبو الحناء، رول دور، روتين يعني الروتين، سكرتري اللي هو سكرتير، سيمي سيركل اللي هو نصف الدائرة، سيبريت ينفصل، سيريوس جاد أو خطير، سايد افكتس أثار جانبية، ساينال إشارة أو يرسل إشارة، سايلنس صمت، سوشيبل اجتماعي، سولو منفرد يعني بتعمل حاجة لوحدك، سبين يدور حول نفسه، سبويل يفسد أو يدلل، حد بيربي مثلا طفل فبيفسده او بيدلله، ستريس الضغط او التوتر، ستريسفول مجهد مضغوط متوتر، ستريكت صارم او حازم، ستايل اسلوب، سفر يعاني، سوتبل مناسب، تيك اوف يتغيب عن العمل، تيكون بيتحمل مسؤوليه، تاسك مهمه، تكنيشن فني، threaten يهدد، tourism سياحة، weightless حاجة ملهاش وزن، zero gravity انعدام الجاذبية. expressions و idioms according to طبقا لي، across the Arab world عبر العالم العربي، all over the world هسرع شوية، تمام، as far as I'm concerned، ask for advice، ask for opinion، at a height of على ارتفاع كذا، طبعا بيجي بعديها على ارتفاع 50,000 كيلومتر فوق سطح البحر وهكذا، 100 متر 200 متر،
at a time في وقت ما, at all times, at that time في هذا الوقت بالتحديد, at the age of, at the end of, at the same time, born into a wealthy family, ولد لعائلة غنية, born into. ممكن تشيل wealthy بقى, عائلة فقيرة, عائلة غنية, عائلة محافظة, عائلة وهكذا. come true حاجة بتحصل, conduct survey بيجري يجري دراسة, تمسك ورقة وقلم كده وتبتدي تعمل دراسة عن شيء. cool pain يخفف الايه الالم, to cool pain. create or develop a new style تعمل ستايل جديد. damage our health, do or make repairs ننصح, do او make. do a project, do space walk, do weightless sports, do or carry out an experiment, carry ينفذ, carry out, carry out ينفذ, ودو برضو ينفذ, يا اما do يا اما carry out. establish him as, حقق له مكان ك, خلاص. يعني مثلا ممكن نقول the works of مجدي يعقوب established him as the first heart surgeon in Egypt, اعمال دكتور مجدي يعقوب حققت له مكانه كالجراح الاول في مصر. تمام. gain weight يزداد الوزن. give a job يعطي مهمة. give advice يعطي نصيحة. to give him experience تعطي له خبرات او بنمنحه الخبرات. to give me a headache بسبب لي صداع. give permission, go for a walk, go on a mission, go on a tour, go shopping, go wrong, have a degree in, have a fixed routine, have a headache, have a role in, have the honor, in detail تفصيل, in fact, in particular على وجه الخصوص او بشكل خاص. keep fit, make a difficult decision, make sure to mark an event بتميز حدث بشيء, to meet the deadlines انك تخلص قبل الميعاد النهائي لحاجة. on your own over the years على مر السنين. reach for the stars يعني طبعا ترجمها مش حرفية تصل للنجوم, لا معنى انك تحقق حاجة صعبة جدا. to stand still, to take breaks, to take turns, to take up much of her personal life, to win a prize for, to work for a publisher تشتغل تبع ناشر. appreciative of مقدر لي. arrive in, arrive at, attach to, available for, believe in, benefit from, break down, cause of, compare to or compare with or compare between يقارن مع, ينفع to, ينفع with, ينفع between. خلاص. complain about يشكو من, cure for, cut into, depend on, different to or different from, dislike about, dream about, dream of, effect on, expert on or expert in or expert at, famous for, find out, focus on, full of, graduate in, happen to, happy with, important for, important to, interested in, to learn about, lecture at, بيحاضر في جامعة كذا مثلا, look after يعتني بي, look down on يحتقر شخص ينظر الى اسفل. تمام. look forward to, to move into, to move to, to be popular with تكون محبوب بحاجة معينة, to release something into مثلا بيطلق غاز في الهواء مثلا, release gas into air مثلا, remind of يذكر بي, remove from, responsible for, turn to, send to, separate from, similar to, speak to, spend هنا بعدها money on كذا, ينفق مبلغ من المال على شيء, stay in يقيم في المنزل, منزلش ما يخرجش, suffer from يعاني من, suitable for, thank for, train for, treatment for, value of قيمة الشيء, waste of اهدار, work for بيعمل لحساب, work with بيعمل مع, worry about يقلق عن, write about يكتب عن. تمام. هنبدأ في language notes طبعا. احنا بس مشينا بسرعة على الكلمات كده, ولكن يعني بسهولة جدا ممكن ترجع تنطقهم وتحفظهم كده كده, فيش حاجة نعملها فيهم الا بس فهم المعاني وحفظ الكلمات. هنا هنبتدي نشوف شرح النوتس الخاصة ب الفوكاب.
اوكي، عندنا الاول the difference between make and do. انا عندي make وعندي do. اولا كده يعني الحته ان انت تثبت معنى وتقول مثلا make انتاج او صنع او بناء شيء، اما do فهو اداء عمل او مهمه او انشطه، اللي العربي ده مش هيخليك متمكن منها. بمعنى الكتاب مشكورا مديني فرق باللغة العربية في المعنى، فحاول يلملك معاني ميك المختلفة، انتاج او صنع او بناء، ومعاني دون مختلفة، اداء عمل او اداء مهمة او اداء انشطة. بس بالرغم من ذلك مش تقدر ان انت ترجمها بالعربي، فارجوك ما تحفظهمش بالعربي. يعني اعمل ايه يا مستر؟ يعني احفظ ميك نويز، هي مش دو نويز، خلاص ميك نويز. ما تقولش بقى اصل ميك نويز معناها يصنع ضوضاء ودو مش هتنفع عشان يبقى معناها اداء عمل يبقى اداء ضوضاء، مش هتيجي معاك كده خالص اطلاقا. ماشي، طبعا دول فقرات صغيرة من ميك ودو. ميك بيتبعها جمل كتير جدا، ودو بيتبعها جمل كتير جدا، ممكن ناخد 4 5 6 صفحات في كل واحدة طبعا، بس احنا واخدين أمثلة، وده اللي عليك في المنهج. فأرجوك احفظها كإكسبريشن على بعض. make a noise يحدث ضوضاء، make a speech يؤدي خطاب، تمام، يعني تقف تخطب في الناس. to make a mistake تعمل خطأ، to make a difference تحدث فرقا، to make money يجني مالا، تمام. اوكي، to make a choice تختار ما بين حاجتين، to make a suggestion يقدم اقتراح، to make a table يصنع منضدة، to make arrangement بترتب تقوم بترتيب أشياء، to make parts تصنع أجزاء، to make a decision تتخذ قرار، to make a profit يحقق ربحا، to make friends تصاحب أصدقاء تتخذ أصدقاء جداد، to make a promise يقدم وعدا. لأن في الحقيقة على حسب التعبير، بص ميك هنا يحدث، ميك هنا يؤدي، ماشي، ميك هنا يخطئ، ميك هنا يحدث، ميك هنا يجني، ميك هنا يختار، ميك هنا يقدم. شفت؟ ما ينفعش تحفظ معاني محددة لميك، احفظها على حسب التعبير. do homework يؤدي الواجب، do a survey يقوم بدراسة، do an operation يجري عملية جراحية، do work يقوم بالعمل، to do a project بتقوم بمشروع، to do the cleaning يقوم بالتنظيف، to do the washing up تقوم بغسيل الأطباق، to do well إنك تؤدي جيدا في حاجة يعني تنجح فيها، تؤدي فيها عمل جيد، to do a job، to do research on أعمل بحث على أو into أو في، to do the shopping التسوق، to do the homework، to do the cooking، to do a favor إنك تعمل لحد إيه خدمة أو معروف، تمام. verbs and nouns هنا بقى بيقول بعض الكلمات تستخدم كاسم وفعل بمعاني متشابهة بنفس النطق والهجاء. يعني أنا هنا الكلمة تنفع اسم وتنفع فعل على حسب معناها في الجملة. ache مثلا ألم أو يؤلم، ألم تبقى اسم ويؤلم فعل. break راحة كاسم، و break يكسر فعل. chat دردشة، و chat يدردش. demand طلب، و demand يطلب. face وجه، و face يواجه. plan خطة أو يخطط. مثال his feet were aching from standing so long، يعني قدماه كانت تؤلمه، ماشي، هنا فعل تؤلمه were aching. حتى انت عندك was were plus verb ing ده ايه؟ past continuous ماضي مستمر، خلاص على طول تعرف ان هي هنا فعل. from standing so long يعني من الوقوف طويلا، قدماه كانت تؤلمه من الوقوف طويلا. he went to the doctor as he suffered from a stomach ache، ذهب الى الطبيب لانه كان يعاني من الم في المعده، الم في المعده. يبقى ايك هنا ألم تبقى اسم طبعا، خلاص. طب expressions with get طبعا من الحاجات اللي هتفهمك قد ايه المنهج اتغير الفترة اللي فاتت دي.
حاجة زي جت، وإن الموضوع بقى يعني أوسع. كل ما تكون أنت أوسع في الاطلاع، كل ما يكون الموضوع بالنسبة لك أفضل. معناه إيه؟ معناه المفترض إن أنا بجيب أمثلة أكتر على حاجات أكتر. خلاص، افتح كتب الوزارة، افتح النماذج، افتح كتاب جيم، كتاب الأصلي كمان مش بتاع المراجعة النهائية، هتلاقي فيه أمثلة وحاجات كتير لكل حاجة. مفيش مانع انك تدور برضو في الكتب الخارجية الأخرى، طلع أكبر قدر من المعلومات، عشان يعني نظام الامتحان اتغير، ما بقاش مجرد تحصيل فقط من الكتب، وإنما معلوماتك العامة والجنرال نوليدج بتاعتك في الإنجليش. فلو سمحت، خد الخيط وكر البقرة. في يعني فهمت قصدي ايه؟ خد الخيط وكر البقرة، يعني خد الخيط، ادي جيت اهي عندك ليها كم مثال. جيت نعد كده مع بعض، 2 4 6 8 10 11 مثال. انت دلوقتي عرفت ان جيت ليها معاني مختلفة، انا هديك فيهم 11 مثال. انت تقف عند كده؟ لا، هاتلي بقى انت 50 مثال. تمام، انا بتكلم على ستايل مذاكرة. حد يقول لي طب انا هينفع اعمل كده دلوقتي يا مستر؟ هقول لك على قدر ما تستطيع من حوالين المنهج، من حوالين المنهج، من سواء كتب تانية او مصادر تانية او من على النت او من على موقع الوزارة او من اي اماكن احنا اتكلمنا عليها. هات امثلة اكتر اللي جت، عشان انت مش عارف اني واحدة هتجيلك في الامتحان، عشان المنهج مش محدد فقط على الحاجات اللي بتجيلك. اوكي، فارجوك خلي بالك. طيب، يستخدم الفعل جيت بمعاني مختلفة في اللغة الانجليزية، منها جيت يستلم زي ريسيف كده. فكر هنا، كل فيرب، كل فيرب مع يعني كل معنى لجيت يساوي فيرب اصلا موجود عندك. جيت هنا بمعنى ريسيف. اوكي، did you get tickets for the game؟ هل استلمت التذاكر؟ جات لك التذاكر، يعني receive برضو. Did you receive? Did you get tickets for the game? طب جيت هنا زي يشتري، يبقى زي buy. بدل ما اقول لك where did you buy that jacket، اقول لك where did you get that jacket. طيب، جيت هنا، they arrive. What time we will get to Alex? What time we will arrive to Alex? get يصبح، my son usually gets tired easily. يعني بيتعب بسهولة، ابني عادة بيتعب بسهولة. become ممكن تجيب معنى become. اوكي، get يحصل على، ده المعنى الاصلي بتاعها، يعني معناها الاصلي في القاموس اصلا يحصل على. شوف المعاني دي كلها معاني زيادة. احمد، the father got a new job، حصل على وظيفة جديدة. She's just gone to get the kids from school، تحضر الأولاد من المدرسة. وطبعا اللي مش عارف، she has just gone، الأبوستروف إس دي مش إز، لأ دي has. ليه؟ علشان gone في التصريف التالت. ركز جدا في النقطة دي، لو عندك أبوستروف إس بالشكل ده وعندك فعل في التصريف التالت، تبقى الأبوستروف إس دي اختصار has وليست اختصار إز. get يصاب بمرض، my cousin got an illness. تمام، and had to stay in bed، تعب، أصيب بمرض واضطر يقعد في السرير. to get to achieve، يحقق، achieve ينجز أو يحقق. the person who gets the highest score wins the race، الشخص اللي بيحصل يحقق الدرجة الأعلى بيفوز بالسباق. get يتحرك، they shouted at us to get back، يعني زعقوا لنا عشان نرجع. get back نعود، get back هنا يعود. خلاص، هي مش يتحرك، هي get back expression على بعضه يعود. get back here، لما اقول لحد get back here، ارجع هنا تعالى. تمام، I'll get Mona to check wiring for me. I'll get Mona to check، هقنع منى عشان تشوف الوايرنج، توصيل الاسلاك بتاع جهاز معين يعني. اوكي، جيت يرد على تليفون، ماي ماذر اسكت مي تو جيت ذا فون از شي واز بيزي، يعني ترد على التليفون مكان ماما. خلاص،
بعد كده بعض الكلمات تستخدم كاسم وفعل بمعاني وطريقة نطق قريبة مع اختلاف الهجاء. خلي بالك الاسم هنا والفعل في الناحية التانية في اليمين تلاقي اختلافات بسيطة جدا، أغلبها بتشيل حرف السي. يعني في الأمثلة اللي قدامنا الأربع أمثلة دول السي هو الاسم والاس هو الفعل، الكلمة اللي بتحتوي على سي هي الاسم والكلمة اللي بتحتوي على اس هي الفعل. مفيش أي تغيير في أي حروف تانية خالص إلا بشيل السي وحط اس. ماشي. مثال advice نصيحة، advise ينصح، license رخصة، license يرخص، practice ممارسة أو تدريب، practice يمارس أو يتدرب، device جهاز، device يبتكر أو يخترع. تمام. phrases with break يستخدم الفعل break مطبوعا ببعض الأسماء بمعاني مختلفة. break the rules يخالف القواعد، break the law يخالف القانون، break a habit يخالف عادة، break the silence ينهي الصمت، break someone's heart يحطم قلب شخص. مش يحطم قلب شخص يعني يوعده بشيء مثلا ما يعملوش، يحبه يسيبه كده. to break a promise يخلف وعده، to break a link or break a connection تقطع علاقتك مع شخص او دولة تقطع علاقتها مع شخص، to break a code يحل شفرة. طيب بيقولك لاحظ ايضا ان الفعل break يستخدم كاسم بمعنى راحة او فسحة، كما يستخدم ايضا كفعل بمعنى يأخذ راحة. doctors and nurses worked 18 hours without a break، الدكاترة والممرضات اشتغلوا 18 ساعة بدون راحة. a break، بص عرفت ازاي ان هي اسم؟ لان الآ بتيجي قبل الاسم، الآ والآن قبل الاسم المفرد، يبقى break هنا اسم. why don't we break now and meet again tomorrow، لماذا لا؟ احنا عارفين ان why don't we بيجرى الفعل في المصدر، يبقى break هنا ايه؟ فعل. ليه ما نسيبش بعض دلوقتي ونتقابل بكرة تاني، او نمشي دلوقتي ونتقابل بكرة تاني؟ يبقى هنا بمعنى ايه؟ يأخذ راحة، نريح دلوقتي نمشي دلوقتي ونتقابل بكرة. طيب بيقول بعض الافعال تتحول الى صفات او ظروف باضافة ايه؟ مثال للامام اهد. طب اصلا هي كلمة هد معناها ايه؟ كفعل مش كاسم، كاسم معنى رأس خلاص مانيش دعوة دماغ او رأس. هد معناها يتقدم. طب اهد للايه؟ للامام، بقت صفة اهي للامام. ماشي. طب live يعني يعيش، طب نقول alive على قيد الحياة، sleep ينام، طب نايم asleep، wake يستيقظ، طب صاحي awake، part ينفصل. ماشي. ما تفكرش في part جزء، انا مش بفكر فيها كاسم بفكر فيها كفعل. ايه ده هي بارت اصلا تنفع جزء ده اسم وتنفع بمعنى ينفصل؟ اه تنفع كفعل، دور عليها في القاموس لو ما كنتش عارفها. بارت ينفصل، apart منفصل. ماشي. long خلاص، long معناها ايه؟ ها يعني زي عبور او تحرك على طول شيء، along يعني عبر الشيء ده. ماشي. assure للشاطئ، alike متشابه، فهمتوا الفكره؟ miss يخطئ، amiss خاطئ، aboard على متن سفينه او طائره. words with related meaning حاجات بقى معاني متقاربه يعني. تمام. feel انت بتشعر، حط وراها اي حاجه، الم فرح حزن سعاده. انما سفر دي بيعاني، والشيء غالبا سيء، بيعاني من مرض، يعاني من اكتئاب، يعاني مهم حاجه سلبيه يعني. training تدريب للقوه، المشاركه في سباق، exercise تمرين روتيني للحفاظ على الصحه واللياقه. يعني انت هنا exercise كل يوم بتقوم تعمل شويه رياضه ده خلاص، انما واحد تاني professional footballer راجل لاعب كره محترف هيعمل exercise ولا يعمل training؟ لا، بيتدرب تدريبات محترفه. يبقى training available for work، والله يا جماعة أنا موجود مؤهل للعمل،
معايا شهاداتي، معايا خبراتي، معايا كورساتي، واقدر اشتغل في اي وقت. انما ات ورك دي يعني انا في العمل، في فتره العمل، شغال اوريدي في وظيفه. ريمايند يذكر، تل يخبر. ريمايند دي يعني فكرني بحاجه، تل بيخبر الشيء اللي انا بخبرك بيه ده ممكن تكون مش عارفه، انما ريمايند ده اللي هو فكرني بميعاد معين. اوكي. تيك اوف يتغيب عن العمل. I rang my boss and arranged to take some time off. ان انا اخد وقت مستقطع يعني. تمام. I'd better take my shoes off. هنا يخلع. take off هنا يخلع الملابس او الاحذية. The plane should take off on time يعني تقلع. take off هنا تقلع. ما ينفعش تبقى مقسومة زي اللي فوق. يخلع. take my shoes off محتاجة take it off my shoes. تمام. هنا take off تبقى على بعضيها لما تبقى معنا تقلع. the business has really taken off يعني ارتفع العمل او البيزنس او العمل ارتفع يعني حقق نجاح، حقق ربح. اوكي. الفرق بين make و do و get. make the carpenter made us a good table for the meeting room. خلاص ماشي. يصنع او يعمل. do we have to do a lot of activities ينبغي ان نقوم بايه؟ بنشاطات. طبعا ما تبصش للي بره، المعنى العربي زي ما قلت لك كده قبل كده تتفهم بالطريقه اللي انا شرحتها. get he works overtime to get money عشان يحصل على المال. تمام يا جماعه. طيب reach برضو لها معاني. the plane reached Cairo وصلت القاهره. she fell while reaching down a vase from the top shelf وقعت وهي بتمد ايديها تجيب فازه من الايه من الرف الاعلى، تحاول تصل لشيء بايديها. the girl hair reaches down to her waist يعني شعر البنت بيصل لمنتصف الايه الوسط او بيصل الى الخصر او الوسط. the temperatures are expected to reach متوقع ان درجات الحراره تصل الى 40 درجه في هذا الصيف. the Egyptian football team could reach the final يصل الى النهائي. تمام. it isn't easy to reach your ambition مش سهل ان انت تصل الى تحقق طموحك. ambition الطموح. I couldn't reach my boss on the phone ما قدرتش اوصل لمديري بالتليفون. so I sent him an email بعت له ايميل. المعاني سهلة جدا. خلاص اقرأ بس الانجليش والعربي. موضوع السفكس اللي هو السفكس اللي هي اللواحق. يعني ايه اللاحقة؟ يعني مقطع بيتحط دايما بيبقى له نفس المعنى. انا عندي هوب يعني ايه؟ يأمل. طب هوبفول ها مليء بالامل، يبقى كلمة فول اصلا جاية من الامتلاء. لما اكون انا بأمل شيء، طب ما اكون متفائل بقى، يبقى الشيء ده مبشر، حط اف يو ال في الاخر. pain painful. طب pain يؤلم او الم. طب painful ها اكيد مؤلم لانه مليء بالبين. فول معناها مليء. مش احنا اللي بنحط السافكسز دي براحتنا. ها ما تجيش على اي اسم وتقوم حاطط له فول في الاخر. لا، هي عندك عشان تعرفها وتحفظ منها أمثلة، إنما أنت مش بتكريت أو مش بتصنع كلمات جديدة من دماغك. fearful مخيف. less عكس full. بلا بدون. hope ده الأمل، حطه less يبقى hopeless بلا أمل. home ده المنزل، homeless يبقى مشرد، شخص ملوش منزل. painless غير مؤلم. powerless عاجز أو بلا قوة. تمام. طب بيقول لك ان السفكسز دي اللي هي INISTERORNT دول بيجيبوا الوظائف برضو، مش انت اللي بتحطها بمزاجك، بس انت عارف كده ان لو حاجة اخرها IAN او IST او ER او OR او ANT تبقى وظيفة. مثال ال IAN technician فني، فني صيانة. politician راجل سياسة. تمام.
اوكي هيستوريان. خلي بالك الاي اي ان هنا لا تسبق بسي، لما كانت مسبوقه بسي كنا بنقول تكنيشن بوليتيشن، هنا الاي اي ان في مؤرخ هيستوريان ماشي، عشان ما تقولهاش زي اللي فاتوا ما فيش سي هنا ماشي. بعد كده ساينتست، اي حاجه اخرها اي اس تي تدل على وظيفه ماشي. ساينتست عالم، اركيولوجيست عالم اثار، كيمست صيدلي، بيكر الاي ار مشهوره جدا في عمل الوظائف، فارمر جاردنر والاو ار كذلك، اكتر كوندكتور سيلر محاسب، اكاونتنت اسيستنت مساعد او بياع، كونسلتنت مستشار ماشي. بيقول لك ان في هنا معاني مختلفه ليه about تقريبا او يوشك ان او في اتجاهات مختلفه زي left school at about 1:30 هتلاقي كده حوالي واحدة ونص، يبقى ساعة بعديها يبقى about معناها حوالي ماشي. سامي was about to turn on the TV when her father arrived. سامي ازاي و her father arrived. سامي ممكن تبقى اختصار سامانثا، سامانثا ده اسم امريكاني وممكن يقولها سامي، مالكش دعوة انت بسامي بتاعنا احنا بالعربي. سامي was about to turn on the TV، سامي كانت على وشك تفتح التلفزيون لما باباها وصل، about to على وشك تفتح التلفزيون. مونا was about ready to start، كانت تقريبا جاهزة to start cooking. The manager asked if the new clerk was about، المدير قال هو الموظف الجديد موجود هنا تمام قريب من هنا. The students were rushing، كانوا يندفعوا about، يندفعوا في كل الاتجاهات. When they saw the headmaster، لما شافوا الايه المدير. اوكي طيب، قالك بقى بص احنا هنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها ايه prefix عكس suffix، يعني مقطع بتحط في الاول بيدي معنى تمام. طب هنا الان بتدي معنى ايه؟ بتدي معنى النفي، الان والان خلاص. invisible، visible مرئي، طب غير مرئي invisible برضو ما تحطهمش لوحدك. ليه يا مستر؟ ما ينفعش اجيب اي كده مثلا صفه خلاص وقوم حاطط لها ان، لا اقول لك في ان وفي ام ومش بمزاجك وفي ان تمام، انت بتعرفهم بس ممكن تدور على امثله بواسطه البحث او في القاموس او في الكتب الاخرى، انما مش انت اللي بتضيف كلمه جديده تحط لها اي حاجه بمزاجك. invisible غير مرئي، impolite غير مهذب، impossible غير ممكن او مستحيل، unintelligent غير ذكي، unimproved حاجة مش متحسنة مش متطورة، intolerant شخص غير متسامح، impatient غير صبور، impassive غير سلبي، uninjured غير مصاب، uninformed شخص مش متبلغ بالأخبار، informal غير رسمي تمام. لك لاحظ ان هي بتستخدم مع كلمات تبدأ بام وبي زي impatient مثلا، ولاحظ ان ان هنا مثلا مع الكلمات التي تبدأ بان اللي هي un in شفت انت unintelligent وهكذا يعني uninjured. بص على اللي بعد un كده تلاقي in يعني. بس ايه الفرق ما بين mast و pool و tower و stick؟ ماست قلنا زي العمود اللي بيرفع صاري السفينة اللي بيرفع الشراع او العمود اللي بيرفع شبكات المحمول على الابنية. اما بول ده مثلا سيخ حديد بيبقى مثلا في مبنى او في يعني معمول عشان يوصل ما بين شيئين او يرفع مثلا خيمة او يدعم شيء يخليه واقف على قوائم يبقى بول. تاور ده برج مش علاقة خالص يعني بالموضوع. ستيك دي عصاية او مضرب الهوكي تبقى معمولة من الايه من الخشب. كده احنا خلصنا جزء المراجعة، ان شاء الله هنبدأ بعد كده في حل الاسئلة في الفيديو الجاي. شوفكم ان شاء الله على خير. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناتنا، واشوف تعليقات تحت ان شاء الله اسفل الفيديو لو في اي شيء محتاجين نشرحه. هنخلصنا طبعا الجزء ده، هنشرح جرامر وهنشرح حل الاسئلة مع بعض. شوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، والسلام عليكم.